الدرعية بالخطورة، لكن الرمية الجانبية تنفذ داخل منطقة الجزاء برأسية في تاس، والمحاولة قلت لك انه قرب البرازيلي كارلوس دي مورا، كان يبحث عن المزيد، سجل في الجولة الماضية والآن يضع البصمة في جولة جديدة، ويظهر معدن المهاجم البرازيلي مورا في كل جولة، يظهر أنه مهاجم هداف من الطراز العالي جدا. كارلوس دي مورا ثاني أهدافه مع القادسية، ويفتتح موقعة الدرعية مع القادسية في هذه المباراة بهدف أول، بهدف جميل بعد رمية جانبية، بعد استمرار ارتباك دفاعات الدرعية وضع الكرة في مرمى بطريقة الهداف. شوف كيف أنهاها، شوف كيف سددها بصفر. بكل تأكيد في الشوط الثاني ستكون أفضل من 1-0، وشاهدنا خسارة الدرعية في بعض الكرات الثابتة، لكن هذه أخطر. ثاني لمصلحة القادسية، ثاني من إبراهيم، ثاني من الهداف، ثاني لبني قادس. يطمئنون معه حتى الآن على النقاط الثلاث، يسيرون نحو العودة لدوري المحترفين، ويبحثون عن الانطلاقة الحقيقية من جولة إلى أخرى، فعلوها في الجولة الماضية بثلاثية، ويبحثون عن تكرارها في هذا المساء من أمام الدرعية، وحتى الآن خطى ثابتة لبنو قادس نحو